هو في ايه قانون الغدر هو في ايه قانون الغدر او العزل السياسي هو في ايه ما بيتفعلش ليه ما بيتطبقش ليه احنا بنصحى ليل مع نهار على صوت ابناء مبارك واسفين يا ريس انا نفسي من يومين اتقدم فيا بلاغ مما يسمى باسفين يا ريس عشان كتبت ان هم بياخدوا تمويل عشان كتب ما قلناش تمويل احنا قلنا ان صرفوا في الفتره ديت 3 مليون جنيه من جابوا منين الفلوس دي واشرنا الى حصول تمويلات من دول خليجيه من دول خليجيه بس مش مباشر عن طريق الاسره ففي ايه في اسره وبقى. مين ها اسره مين عن طريق يعني بعض افراد اسره مبارك الكلام دوت لسه هم بيدوا للولاد اظن كانوا بيتكلموا مع بعض وبيتسرب لهم خطابات طب في خبر النهارده في روزا اليوسف بالمناسبه دي النهارده روزا اليوسف اللي هتطلع بكره يعني معانا العدد اللي هيطلع بكره فالعناوين بتقول النيابه تستدعي محمد صبيح لسؤاله في الواقع اشتباه في قيام الموساد بسرقه حقيبه مستندات السفير الفلسطيني شايفين العنوان كبير قد ايه قضيه قتل المتظاهرين لا تحتاج شهودا لوجود سلاحليك كامل لو مخزن سلاح يعني. مخزن سلاح وبعدين تحذير جمال مبارك من تكرار اشاراته المستفزه هو بيعمل ايه بالظبط علامه النصر علامه النصر بس عنده ثقه ما مش عارف جايه منين وجهات سياديه تحذر سوزان من تصرف قانوني ضدها بسبب استفزاز الشارع وبعدين بقى لفت نظري الخبر الصغنون ده الصغير اللي ايه اللي مش عارفه هتجيبه كاميرا ولا لا بيقول لك مبارك سلم ابنه جمال خطابا باللغه الانجليزيه من 4 صفحات لاحظ الحاضرون لجلسات مبارك محاكمه مبارك انه في كل جلسه بيقوم المخلوع بتسليم ابنه جمال خطاب يقوم بقراءته ووضعه في جيب بدله الحبس الاحتياطي في اخر جلسه الجلسه سلم مبارك خطابا مكونا من 4 صفحات مكتوبا باللغه الانجليزيه وعلى الفور قام بقراءته جمال ثم وضعه في جيبه عدد الخطابات المسلمة من مخلوع لابنه هي نفس عدد جلسات محكمة الجنايات كان بيقوله على أبناء مبارك ولا إيه؟ لا ما اعرفش قلت لي الاسره لا ما اعرفش لا هو بالنسبه لجماعه اسفين يا ريس في جوانب بتتكلم عن عمليات تحريض والقيام باعمال شغب في الفتره الاخيره لان ما فيش فلوس بتتم صرفها او بيتم تمويلها ما فيش عمل ما فيش اعمال شغب ما فيش قال حتى في اخر جلسه قاموا بالزغاريط وبعدين في انتقالات بتتم ليهم وباوتوبيسات يعني الزغاريط مجانا وبعدين اتوبيسات اتوبيسات فاخره منين كل منين الاتوبيسات مين اللي بيصرف الفلوس دي لا ده جم دخلوا المحكمه باليوفت متركبه معموله متصوره متكرره منها نسخ كتير الاستاذ عبد القادر شايف يعني ما دام فتحنا ملف التمويل ده حضرتك ليك النهارده مقال كبير في الـ في الـ في الاخبار الاخبار وروزا احنا يوسف على مدى الاسابيع الماضيه على مدى الاسابيع الماضيه فتحته وبرده امبارح كان عندكم برده عنوان اخر الجمعيات القبطيه, القبطية حصلت على تمويل اجنبي 9 مليون دولار 4 جمعيات مسيحية ولجنة تقصي الحقائق تفجر ثاني مفاجآتها روزا اليوسف والأسبوع اللي فات قلتوا أنه في جمعيات إسلامية حصلت على 181 مليون السنة المحمدية ده في بلاغ تقدم ضدهم كمان الناس بيقولوا ما خدوش غير 800 ألف جنيه يعني كبير قوي المبلغ ما بين 800 ألف جنيه و181 ده كلام كمان وزارة العدل جين ده لسه بتقول دلوقتي عايزين نتأكد ونسمع الطرف الثاني بتاع طبعًا الوزارة طبعًا احنا عايزين نتأكد ياريت ونشوف جمعية السنة المحمدية رأيها ايه يا ريت مش 800 ألف جنيه ايه اللي جاب 800 ل 181 مليون ده وزير العدل اعترف بكده كمان بال 181 مليون انا ليا رأي حاجة بس بعد ما حضرتك ده قبل الثورة ولا بعد الثورة؟ ده بعد الثورة في شهر فبراير الماضي في شهر فبراير الماضي في شهر فبراير اتفضل شهر واحد يعني